السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نصوبو صابون طبيعي للبشرة اللي كيخلصنا من حب شباب، كيخلصنا من البقع وكيوحد اللون ديال البشرة. مهم بزاف وفوائده معروفة. عندنا خيارة كبيرة، صابون طبيعي هو معروف، صابون طبيعي، وعندنا الماورد. غنبداو بسم الله، غادي ناخد الصابونة والخيارة. الصابونة غادي نحكها في هاد الحكاكة الغليظة هادي، والخيار غادي نحكو في الحكاكة الرقيقة، ومن بعد غادي ندوزو في الخلاط، في الخلاط الكهربائي، باش الصابون ما يجيش فيه خيوطة أو لا شي حاجة زايدة ويجي الملمس ديالو رطب. بقاو معايا نشوفوا الطريقه والمراحل. دابا كيف ما شفتوا انا حكيت الصابونه كيف ما قلت لكم، والخيار ها هو طحنته، ما زدت فيه حتى نقطه ديال الماء، طحنته من بعد ما حكيته في الحكاكه الرقيقه، طحنته بجلود ديالو. دابا غناخد كاسرونه اللي غادي نديرها في الحمام مريم، غادي نضيف عليها هاد الصابون، عندي هنايا الماورد، غادي ندير تقريبا 6 ديال المعالق كبار ديال الماورد. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. كيف ما قلت لكم هذا الصابون هذا كيساعد بزاف في تفتيح لون البشره، كيحيد مع المده والمداومه ديالو، كيحيد النمش والحب شباب وحتى الاثار ديال الحب شباب. يعني صابون مفيد بزاف للبشره والوجه. دابا هذا غادي نديرو في حمام مريم يذوب ونرجع لكم. ها هو درت دابا الصابون اللي خلطت مع الماورد، درته في حمام مريم، غادي يبدا يذوب كيف ما كتشوفوا. ها هو بدا كيذوب شويه. ها هو من بعد دابا ما دابت الصابونه مزيان، ها هي دابت كامله، غادي نزيد عليها الخيار. نحركها مزيان وغنردها للحمام مريم باش تجانس مع بعضياتها. كيف ما كتشوفوا انا رديتو للحمام مريم. الا لاحظتوا ملي زدت الخيار داك الصابون عطى كوتل وبدا كيتجمع، بطبيعه الحال حيت كان سخون والخيار بارد. دابا غنبقى نحرك مزيان وهو في حمام مريم باش يعاود يذوب ويتجانس مزيان مع بعضياتهم المكونات كاملين. ها هو دابا من بعد ما تجانسوا المكونات كاملين وخد اللون ديال الخيار كيف ما كتشوفوا، غادي ندير شويه الاضاءه بحال هاها. غادي ناخد هادو ديال الكلاصون، هادو ديال الثلج، واللي عندها السيليكون طبيعة الحال غادي تستعمل ديال السيليكون، اولا غناخدو ديال البيض. هادي عندي انا بلاستيك، غادي نصبر شويه هذا حتى يبرد شويه ماشي بزاف. نحطو هكا،
كيف ما كتشوفوا انا دابا كملتهم عمرتهم كاملين. ملي كتكونوا كتعمروا كتضربوا هكا باش داك الهواء لداخل ما يبقاش وتاخذ الشكل ديال العلبه كامله. كيف ما كتشوفوا دغيا كتشد في راسها ما كيها دغيا صابون كيجمد. دابا غندخلهم المجمد 10 ديال الدقائق ونرجعوا نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. بقاو معايا. من بعد ما خرجتهم من المجمد انا غادي نحاول نحيدهم من هاد الكادر ديالهم. غادي نبدا نتراسي شويه هكا باش نعاون. هانتوما كيف ما كتشوفوا هو كيتحيد بسهوله. هنستمر بحال هكا حتى نخرج هادو كاملين. كيفما شفتوا ها هو كيجي الشكل ديالهم بحال هكا كياخذوا الشكل في القالب اللي درتو فيه. بطبيعه الحال الا درتو في القالب ديال السيليكون كتكون كياخذ الشكل ديال القالب. هذه صابونه هكا صغيره اللي ممكن تهزيها معاك فين ما مشيتي. الشكل ديالهم بحال هكا صغير زوين. وبطبيعه الحال انا دويت لكم على الفوائد ديالو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابون ديالنا. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل اللي درت بالقالب ديال البيض وهذا الشكل اللي درت بالقالب ديال الثلج. نتمنى البنات تجربوا هذه الوصفه لحقاش بصح مفيده بزاف بزاف للبشره في توحيد اللون البشره وتبييض البشره وكاع المشاكل اللي كتعرضوا لها في البشره ديالنا. نتمنى انكم تجربوها وتجاوبوني في لي كومونتير. اللي عجبتها الوصفه تخلي لي جيم للفيديو ولأول مرة غادي تشوف القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصل بكل جديد. ومرحبا بكم إن شاء الله في فيديو جديد.